السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي مشاهدينا أينما كنتم، ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أعزائي مشاهدينا، بعد كل مباراة وبعد يعني قبل كل مباراة يعني تنعقد مؤتمرات صحفية، وطبعا بعد المباراة الأخيرة لنادي مانشستر لنادي ريدز أي لنادي ليفربول انعقد مؤتمر صحفي، وطبعا بعض الصحفيين سألوه أسئلة متداولة. وطبعا أعزائي المشاهدين، جاء سؤال من أحد الصحافة، قال ليورجن كلوب، قال: هل تعتقدون أن المباراة القادمة ضد مانشستر سيتي هل ستفوزون عليها؟ وما إحصائية لاعبي نادي مانشستر سيتي على لاعبيك أنت في نادي ليفربول؟ وطبعا أسئلة متداولة، ولكن أعزائي المشاهدين، يورجن كلوب صرح قائلا مجيبا لجميع الأسئلة، قال: أولا وقبل كل شيء، يعني قال عن بيب غوارديولا ان بيب غوارديولا يعني قبل كل شيء هو يعني صديق لي ومنافس قوي للغايه، وانا اكل له جدا الاحترام وكثير من الاحترام، لانه هو المنافس الاول لي في البريمير ليج، وهذا ما يتفق عليه الجميع. ايضا اعزائي المشاهدين، تعلمون ان نادي مانشستر سيتي ونادي ليفربول بينهما يعني منافسه كبيره. طبعا اعزائي المشاهدين، اما بعد، قال احد الصحافه ليورجن كلوب في ذلك المؤتمر الصحفي عفوا، قال له: هل زملاء نادي مانشستر سيتي سيتفوقون على يعني لاعبك؟ طبعا اعزائي المشاهدين، ايضا قدم لهم التحيه والاحترام، قال: اولا اريد ان احيي جميع لاعبي نادي مانشستر سيتي واقدم لهم احترامي الفائق. وقال ايضا: للتفوق على نادي مانشستر سيتي وعن يعني زملاء الذي هو عن لاعبي نادي مانشستر سيتي، يعني يجب ان تكون قوي، يتطلب شجاعه قويه، يعني بفصاحه التعبير قال: يتطلب شجاعه قويه وروح رياضيه كبيره للتفوق على بيب غوارديولا واشباهه. اما بعد اعزائي المشاهدين، كما قلت لكم، يعني ساله بعض الصحافه عن برناردو سيلفا ورياض محرز، يعني ساله عن برناردو سيلفا ورياض محرز، ايضا قدم لهم الاحترام كالعاده، طبعا هذه اشياء معروفه. قال ان رياض محرز يعني سيكون لاعب في القمه اذا لعبنا منه، وطبعا نحن لم يقل متخوفون منه، وطبعا قال بقياده النجم الدولي الجزائري رياض محرز وايضا اللاعبين الاخرين ستكون هذه المباراه قويه للغايه ويتطلب منا شجاعه كبيره للفوز عليهم. وطبعا اعزائي المشاهدين، ما رايكم؟ من هو الفائز في هذه المباراه؟ توقعوا ايضا انتم، ايضا اعزائي المشاهدين، اهبطوا الى اسفل الفيديو وتوقعوا بما تشاءون وما ستكون نتيجة المباراة. طبعا اعزائي المشاهدين، كان هذا الفيديو اليوم، اتمنى ان هذا الفيديو قد نال اعجابكم، ولكن قبل انتهائه لا تنسوا الضغط على زر اللايك، اشتراك في القناة، تفعيل زر التنبيهات ليصلكم الكم الهائل من الفيديوهات مستقبلا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.